دخل شاب إلى السوبر ماركت لشراء بعض الأغراض، فلفت انتباهه امرأة تتبعه أينما ذهب. توقف قليلا واستدار إليها ثم قال لها: ما الخطب يا أمي؟ فقالت: لا أعتذر لك، لكنك تشبه ابني المتوفى كثيرا، وكلما نظرت إليك أحسستك هو، وعندما قلت كلمة أمي شعرت بدفء في قلبي. فقال الشاب: لا تحزني يا أمي، هذه سنة الحياة، وما هي إلا لحظات حتى بدأت عيناها تدمع فقد أثرت فيها كلماته. فقالت له وهي ذاهبة نحو الباب: أيمكنك منادات أمي للمرة الأخيرة؟ فقال الشاب بصوت عالي: أمي. فلم تلتفت إليه، فنادى بصوت أعلى: أمي أمي. فالتفتت إليه مودعة إياه بيدها. تأثر الشاب كثيرا بهذا الموقف، ولم يستطع استكمال مشتريات. بعد دقائق توجه ليدفع ثمن أغراضه، فقال له المحاسب: مجموع المشتريات 20,000 خاصة بك، و50,000 خاصة بالأم، حفظها الله. قال الشاب: أي أم؟ قال الموظف: تلك التي كنت تناديها قبل قليل، فقد قالت لي ابني سيدفع. فأغمي على الشاب ونقل إلى المستشفى.